نجاح. يعني احنا اول امبارح عشان نثبت للعالم الخارجي، وبرضو دي كنا في جلسة في الاتحاد مع نادي ضباط الشرطة، وقلنا احنا هنكرم اسر شهداء الشرطة، وسبق كرمناهم قبل كده في احداث 25 يناير. انا ملياش دعوة، راجل بيحافظ على امن الوطن لازم يكرم لو استشهد. انا بتكلم على اللي استشهدوا. المرة دي بقى من باب اولى قلنا لازم نكرم عشان نوري العالم الخارجي ان احنا عندنا شرطه وعندنا جيش. انا مش بتكلم طبعا عن الجيش، شرطه او الجيش، لا، الاثنين بيدافعوا عن بلدنا، فاحنا واجب علينا ان احنا برضو نكرم. شوف احنا بنتكلم، يمكن ده مش اول استهداف لقياده، كان في استهداف اللي هو وصفي ايضا. أيوة. في سيناء، في سيناء، ودلوقتي استهداف في القاهره، ل يعني استهداف الرموز، عايزين يستهدفوا جيش وعايزين يستهدفوا شرطه. بس هناك فرق بقى بين سينا وبين هنا. اه، سينا بعيد عنك، يعني بعيد عن العين، بعيد عن القلب، مش هتحس قوي، هتقول اه ده في واحد استشهد يا حرام وبتاع، لكن هنا بيخوفك. بس لما استهدف قائد جيش، ما انا برضو بقول لك، يعني انا راجل، يعني بقول لك عاطفيا هتتاثر. يعني لما كنا في قلب القاهرة، لكن في بقى قلب القاهره بقى معناها اخطر كتير. ومين وزير الداخليه؟ مش اي واحد. يعني اللي انا يعني مش ضد يعني حاولوا يستهدفوا ضابط الجيش او قائد القوات، لا، بس بقول لك وزير الداخليه وفي القاهره في عكر داره جنب بيته، دي كارثه بكل المعاني، كارثه بكل المعاني، لانها بتخوف وبتروع الشعب. هل لازم الامن الوطني يرجع يشتغل تاني بصوره مختلفه شويه عن الصوره القديمه؟ يعني يمكن حتى شفنا في انجلترا كان بعد احداث ارهابيه، كان المقوله الاشهر في انجلترا عندما ياتي الامر بالامن القومي الانجليزي او البريطاني، لا تسالني عن حقوق الانسان. هسال سؤال بسيط جدا، عمر الاف بي اي او الام اي 5 في انجلترا بطلت تشتغل؟ هم عمر جهاز المباحث في فرنسا او في المانيا بطل يشتغل؟ حتى بعد الحرب العالميه الثانيه وهي ضعيف، يمكن الجيش ما اشتغلش، لكن الامن الداخلي اشتغل. بعد 11 سبتمبر حصل ايه في انجلترا؟ في امريكا، ما هو بيتجسس على كل المكالمات، ده في حته في فلوريدا كل المكالمات بتفوت عليها، كل المكالمات. انجلترا كلها من اولها، لندن كلها من اولها، خلينا نسجل كاميرا، كلها مليانه كاميرات، لكن امريكا بقول لك بيسجلوا. صحيح. وبعدين عشان طبعا مش هيسمعوا كل الكلام، لو لقوا جمل بتتعاد كذا مره يبتدوا يسمعوا الشريط. يعني انا قريتها في الكتاب، في جمل كلمات معينه، كلمات معينه هم حاطينها على السيستم، بمجرد ان الكلمه دي تتقال يتسجل، يبقى يرجع يسمع بقى الشريط بكله بيقولوا ايه. فالنهارده هل دي دوله اقدر لا ما تحافظيش على امنك؟ حقه انه يحافظ على امنك، لكن ما يقدرش يتدخل. انا احافظ على امني ازاي؟ دي حاجه خاصه بي. صحيح. بس صحيح. انا لا بأسيء التعبير مع رئيس جمهوريه اخر او شخص اخر، انا بتكلم على نفسي. انا من حقي ان انا استعمل كل الوسائل الدستوريه والقانونيه ان انا احافظ على امن هذا البلد. الحرب يمكن مش بس